مشاهدينا اهلا بكم الى ساعة جديدة من تغطية الميادين لاخر التطورات في فلسطين المحتلة بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. سوف يكون معنا خلال هذه التغطية عدد من الضيوف، الاستاذ ابراهيم حبيب، الاستاذ خليل شاهين، على ان ينضم الينا ايضا الاستاذ عرفات ابو زيد، بالاضافة الى باقة من مراسلين في فلسطين المحتلة. نبدا مع مراسلة الميادين في جنين نسرين سلمي. اهلا بك نسرين، ما هي اخر التطورات بداية؟ يعني الوضع في الضفة الغربية تحديدا في منطقة جنين ومحيطها لا يزال على حاله. هناك حالة استنفار كبيرة في أوساط جنود الاحتلال التي استدعت كتيبة إضافية إلى شمال الضفة وإلى جنوبها أيضا في الخليل، وسط تهديدات بمزيد من العمليات العسكرية لاعتقال أو اغتيال قادة في الفصائل الفلسطينية. في طريقنا إلى جنين طبعا مررنا بحوارة التي تشهد وجود تعزيزات عسكرية كبيرة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في المكان كجزء من مواصلة قوات الاحتلال حملتها بحثا عن منفذ عملية حوارة قبل 4 أيام من اليوم. لحتى هذه اللحظة لم يتم اعتقال المنفذ. طبعا كانت في ساعات الصباح داهمت بلدة بيتا وداهمت حوارة وصادرت المزيد من الكاميرات وأجهزة التسجيل من البلدتين في محاولة لإيجاد المنفذ. في ظل هذا هناك تحريض في وسائل الإعلام الإسرائيلية على القيادات الفلسطينية، جزء منها ممن تم اعتقالهم وجزء الآخر أيضا موجود في أكثر من موقع في الضفة الغربية أو في حتى في قطاع غزة أو في خارج الوطن. التهديدات تشمل القيام بعمليات اغتيال أو اعتقال لقادة المقاومة أو حتى عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية على غرار ما جرى في جنين، ومن عمليات عسكرية أيضا جرت في نابلس، بالإضافة طبعا إلى نشر مزيد من الحواجز العسكرية في داخل المدن والقرى الفلسطينية والتدقيق في هويات الفلسطينيين في محاولة للسيطرة على عمليات المقاومة. طبعا إسرائيل لديها حالة من الهستيريا والقلق والتخوفات الأمنية في ظل طبعا تصاعد الضغط الداخلي من قبل أعضاء في الحكومة أنفسهم، أعضاء في اليمين الإسرائيلي في الكنيسة ضغطوا على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر حدة بحق الفلسطينيين كالقيام بعملية عسكرية أو اغتيال مقاومين. لكن هناك طبعا تخوفات لدى الجيش الذي يحاول أن تكون العمليات محدودة ومحصورة والقيام بعمليات اعتقال لقيادات أو لمن يشتبه بأنهم سيقومون بتنفيذ عمليات، لكن قد نشهد في الأيام المقبلة عمليات أوسع وأكبر، لأنه كان هناك تغطية في على معظم القرارات التي صدرت عن الكابينة الإسرائيلي بالأمس. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل كمية التحريض الموجودة في الإعلام الإسرائيلي وأيضا من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وزير الأمن القومي عفوا إتمار بن جفير، الذي يطالب بعمليات أكبر وبتحرك أوسع للجيش بحق الفلسطينيين. ربما نشهد خلال الأيام المقبلة عمليات عسكرية سريعة، ربما نشهد اغتيالات لمقاومين، التوقعات بأن يكون هناك اغتيال لمقاومين مثلا في جنين أو في نابلس أو حتى في غزة، لا ندري إذا ما كانت ما هو حجم هذه الاغتيالات التي تهدد بها إسرائيل وهي أصبحت تهدد بها بشكل علني عبر وسائل إعلامها بحق المقاومين الفلسطينيين. طيب نسرين، أنت التقيت زوجة الأسير ماهر الأخرس منذ قليل، ما الذي قالته عن وضعه الصحي؟ لسيما أن الأسير كان قد خاض إضرابا منفردا عن الطعام، عرف بأنه الأطول لمدة 103 أيام، الآن هو أيضا أعلن خوضه الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ما الذي قالته عن حالته؟ هي طبعا تقول أن معنوياته عالية وأنهم يستمدون الصبر والثبات من الشيخ ماهر الأخرس، لكن وضعه لا يطمئن، فهو مريض بالضغط، يأخذ أدوية خصوصا لهذا الموضوع، وعند إضرابه عن الطعام لا يأخذ يمتنع عن الدواء. في إضرابه الأول كان فقط يأخذ الماء ولم يأخذ أي أدوية، وقد شاهدناه، نحن غطينا الإفراج عن الشيخ ماهر الأخرس في حينه عندما خرج من الإضراب وتم الإفراج عنه وذهب إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس وبعدها إلى منزله، لم يكن يقوى على السير على قدميه، لم يكن يستطيع الوقوف، كان لديه تآكل في العضلات وضعف عام في عضلات الساقين تحديدا وذراعين، لم يكن يستطيع تحريك يديه وساقيه، وهذا طبعا يثير مخاوف كبيرة. أخذه وقت طويل حتى استرد صحته وعاد مجددا إلى قدرته على الحركة، وبالتالي هناك قلق، لكن العائلة كما قالت زوجته يعني مجهزة لكل الاحتمالات ولكل الخيارات،
وهي تقول أن زوجها الشيخ ماهر هو من جهزهم لمثل هذه الخيارات، ويقول لهم دائما أنهم صابرون وقويون وأنهم يقاومون ضد هذا الاحتلال، وأن مقاومة الاعتقال الإداري لا تكون إلا بمعركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام. وقالت لنا أنها كما وقفت معه في معركته الأولى ضد السجان ستقف معه وعائلته ضد هذا الإضراب أيضا، في هذا الإضراب وضد هذا الاعتقال. ليس معروفا حتى هذه اللحظة إذا ما كان سيكون هناك حكم بالاعتقال الإداري أم أنه سيخضع لمحاكمة. حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات واضحة عمن تم اعتقالهم من قيادات، ما هي الأحكام التي ستفرضها إسرائيل عليهم إن كان يعني إضراب اعتقالا إداريا أم ستفرض عليهم محكوميات، لكن الترجيحات هي اعتقال إداري، خصوصا أنه لا يوجد ملفات محددة وواضحة توجه إليهم، باستثناء أنهم أعضاء في فصائل فلسطينية تتهمها إسرائيل بالمسؤولية عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، تحديدا في شمال الضفة وفي منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية. مراسلة الميادين نسرين سلمي حدثنا من جنين، كل الشكر لكن ننتقل الآن إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين معنا من رام الله. أهلا ومرحبا بك. بداية، كيف تقرأ حملة الاعتقالات هذه؟ هل هي بديل عن العملية العسكرية الواسعة التي كان يدعو إليها كثر في إسرائيل، أم أنها مجرد خطوة أولى؟ من الواضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتخبط في شأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمحاورة محاصرة الحالة النضالية المتصاعدة يعني في الضفة الغربية، ولكن في ظل حالة الهستيريا التي نشهدها من خلال التصريحات المتتالية، عشرات التصريحات يوميا من المسؤولين والسياسيين وخاصة من التيارات الأكثر تشددا ويمينية مثل الصهيونية الدينية التي تطالب باتخاذ إجراءات تصل إلى حد اجتياح شامل للضفة الغربية، منع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في سوق العمل الإسرائيلية، محاصرة مدن، إغلاق مدن، اغتيالات. لذلك أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تظهر بأن الاتهامات التي توجه إلى بعض الفصائل وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي تجد فضاها لدى المستوى السياسي ولدى المستوى الأمني من خلال شن اعتقالات تطال الكوادر السياسية في هذه الفصائل، ويمكن أن تمتد أيضا للضغط على الفصائل لتوسيع نطاق الاعتقالات ليس فقط في شمال الضفة الغربية لتشمل أيضا مناطق أخرى في الضفة الغربية. هذا الأمر يعني متوقع وقد حدث يعني مرارا في السابق ولم يؤدي إلى نتيجة، وخاصة أنه لا يمكن إيجاد يعني علاقة تربط ما بين القادة السياسيين وما بين المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تقاوم الاحتلال. فالتسلسل الهرمي القيادي في هذه الفصائل لا يقود من السياسيين مباشرة إلى يعني هؤلاء المقاومين، ولذلك لا يمكن إثبات وجود صلة لهم بأي عمل يعني مقاوم، وإن كانوا هم يوفرون الغطاء السياسي بالتأكيد لدعم المقاومة الفلسطينية، يشاركون في التحركات السياسية والتحركات الشعبية الداعمة لكل القضايا، ليس فقط للمقاومة وضد الاعتقال السياسي بل وكذلك للحريات العامة، لقضايا يعني المعيشية، ومنهم يعني بشكل خاص القيادي ماهر الأخرس المعروف بأنه متواجد في الميدان بشكل يعني أساسي. هل يمكن أن يقود ذلك أو يتدحرج إلى عملية عسكرية واسعة؟ أنا أشك أن إسرائيل يمكن أن تقوم بعملية واسعة على غرار عملية الصور الواقع عام 2002 في ظل الأوضاع الداخلية التي يعني تواجهها، في ظل ترهل المؤسسة يعني العسكرية، إنهاك قوات الجيش الذي ينتشر أكثر من نصفه الآن في الضفة الغربية ويتم الدفع بمزيد من التعزيزات، ولا سيما أن انتشار الجيش الإسرائيلي عادة يتم بالاستناد إلى المخزون لدى جنود هذا الجيش وهي قوة الاحتياط، وهذه القوة تشهد الآن حالة من على الأقل الامتناع عن الخدمة لقوات الاحتياط على خلفية خطة الانقلاب على القضاء التي تنفذها هذه الحكومة والتي يتوقع أن تتصاعد. مع ذلك لا ينبغي أن نقلل من الضغط الداخلي الممارس على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات طابع جنوني من نوع تنفيذ اغتيالات خارج نطاق الضفة الغربية، مع الاستمرار بالتأكيد في عمليات الإعدام الميداني والاغتيالات داخل الضفة الغربية، ولا يمكن يعني أن نستبعد أيضا إمكانية شن عمليات يعني عسكرية على غرار ما شهدته يعني جنين الشهر الماضي، أي عمليات اقتحام واسعة النطاق سواء في جنين وربما أيضا في طول كرم.
سأعود إليك بالطبع أستاذ خليل شاهين، وأيضا سوف نتابع مع ضيوفنا، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى مراسلة الميادين في الطيرة هناء محاميد. ما هي آخر المستجدات حيث أنت؟ نعم، يعني قبل قليل انتهت التظاهرة التي بدأت عند مقر الشرطة الإسرائيلية في وسط المدينة بعد انتهاء تشييع مدير عام بلدية الطيرة الذي كان قد قتل قبل يومين، ويعني قتل ضمن إطار الجريمة المنظمة التي تستشري في داخل المجتمع الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وسط تقاعس ممنهج من قبل الشرطة الإسرائيلية التي لا تقوم بواجبها يعني ضمن مسؤولياتها عمليا لحماية المواطنين الذين يذوقون الأمرين من هذه الجريمة المنظمة، ولا تقوم بملاحقة المجرمين ولا بتقديم لوائح اتهام ضدهم. هنالك يعني مجموعة من الخطوات التصعيدية على ما يبدو التي سيتم الإعلان عنها كما يبدو في الأيام القليلة المقبلة من قبل لجنة المتابعة العليا وأيضا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، التي كانت أيضا قد قامت تظاهرة قبل يومين في مدينة القدس المحتلة أمام مباني الحكومة الإسرائيلية، تحديدا أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي وأيضا وزارة المالية الإسرائيلية، احتجاجا على تورط الشرطة الإسرائيلية كما تسمي ذلك هذه القيادات، وتوجه أصابع الاتهام للشرطة الإسرائيلية والحكومة بالتورط في ملف الإجرام، وأيضا احتجاجا على تجميد الميزانيات المستحقة والمخصصة للسلطات المحلية الإسرائيلية الفلسطينية في الداخل، وتحويلها إما للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإما للبلدات الإسرائيلية في داخل الأراضي المحتلة عام 48. إذن كما يبدو هنالك مجموعة من الخطوات التصعيدية التي تريد هذه اللجان القطرية الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وبدأ الحديث حول خطوات تحاكي العصيان المدني، ودعوات حتى اليوم سمعناها أمام مقر الشرطة الإسرائيلية من قبل رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد برك، الذي توجه بشكل واضح إلى الأطباء، إلى سائقي الحافلات، إلى العمال الفلسطينيين في داخل البلدات العربية في أراضي 48، وقال لهم جهزوا أنفسكم لأنكم ستنخرطون في يعني الفترة المقبلة بهذه الاحتجاجات، وواضح بأن الوجهة على الأقل حتى الآن كما نفهم من الحديث مع هذه القيادات الفلسطينية والمحلية هي وجهة العصيان المدني، وكما يقال أيضا على لسانهم شل الدولة، بمعنى أن هنالك عمال في جميع وموظفين في جميع القطاعات، ويمتلك الفلسطيني قوة اقتصادية كبيرة في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وحان الوقت لتفعيلها بهدف منع الحكومات الإسرائيلية من يعني مواصلة ويعني والتمادي بهذه السياسة الممنهجة لإغراق الفلسطينيين في دائرة العنف والجريمة، خصوصا بأننا نتحدث عن مجتمع لم يكن يعرف يعني هذا الشكل من الجرائم المنظمة قبل سنوات، وبدأت يعني هذه الجرائم تتصاعد على ما يبدو في ظل سياسة واضحة لحرف الفلسطينيين عن انخراطهم، الفلسطينيين في هذه المناطق عن انخراطهم بالنضال الوطني والقومي الذي يتوازى مع النضال الفلسطيني العام من أجل التحرر الوطني الفلسطيني، وإغراقهم في هذه القضايا المحلية وفي هذه يعني في شباك هذه المصائب عمليا ليغرقوا فيها، وأيضا ليعني تمنعهم من أن يتطوروا اقتصاديا وأكاديميا وما إلى ذلك. إذا يعني الأجواء هنا كانت أجواء غاضبة، أجواء حزن، وهي أجواء تعم كل البلدات العربية في الداخل، خصوصا أننا نتحدث بأنه بالأمس فقط أيضا قتل 4 أشخاص من قرية أبو سنان في الشمال في منطقة عكا، أيضا على يعني في ضمن هذه الخلفية من عمل أعمال الجرائم المنظمات الجريمة المنظمة أو عصابات الإجرام المنظم التي يبدو بأنها تتحرك أيضا بإشارات عليا على ما يبدو ل يعني توسيع
توسيع دائرة الفوضى أيضا والانفلات والتمزق المجتمعي الداخلي. مراسلة الميادين هناء محميد، كل الشكر لك. الآن إلى ضيفنا الخبير في شؤون الأمن القومي الأستاذ إبراهيم حبيب معنا من غزة، أهلا بك. بداية، كيف تعلقون على حملة الاغتيالات الواسعة التي شنها الاحتلال في الضفة الغربية لناحية التوقيت مباشرة بعد عمليتي حوارة والخليل وأيضا بعد اجتماع الكابينت بالأمس، وأيضا لناحية حجم هذه العملية واتساعها وحتى الوجوه والقيادات التي تم اعتقالها؟ يعني عملية الاعتقالات الجارية حاليا في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، والتركيز ربما في هذه المرحلة على مدينة الخليل وعلى الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه التحديد، يعطي مؤشر واضح بأن جيش الاحتلال وأجهزته الاستخبارية باتت تدرك تماما أن الحركتين بدأتا تعملان بشكل جدي من أجل إثارة أعمال المقاومة بشكل واسع النطاق في الضفة الغربية، وبالتالي قضية الذئاب المنفلتة التي أشارت لها الأجهزة الأمنية سابقا لم تعد وحدها هي المحرك الأساسي للمقاومة، وإنما هناك ملامح لعمل مقاوم منظم من قبل الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإضافة إلى كتائب شهداء الأقصى وأبو علي مصطفى ربما ستشملهم خلال الأيام القليلة القادمة. العملية في اعتقادي تأتي لضرب البنية القيادية في الضفة الغربية التي تظن المخابرات الإسرائيلية أنها تقف وراء عملية تحريك عمليات المقاومة، هي لن تتوقف في هذا الإطار، وربما نشهد المزيد من هذا الأمر. التركيز على القيادات في هذه المرحلة له دلالات كبيرة، ولا يخفى على قوات الاحتلال أنه عملية تحريك العمل المقاوم لا بد له من القيادة. العملية الأخيرة التي شنت في الخليل ونجح فيها مقاومين من بيت الشنتير في تنفيذ العملية تشي بشكل واضح أن هذه العملية منظمة ولم تكن عملية فردية، وبالتالي هناك تأسيس واضح لعمل مقاوم منظم في الضفة الغربية بدأت تتصاعد أجندته بشكل واضح. هناك تنسيق كامل وعالي الدرجة بين كتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكتيبة جنين، ونرى ذلك في جنين ومخيمها بشكل واضح، نرى ذلك في نابلس بشكل واضح. الأمر ربما انتقل إلى الخليل وبعض المناطق الأخرى في الضفة الغربية. هناك شعور حقيقي لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بأن المقاومة بدأت تأخذ أشكال منظمة بطريقة ما، وأنه إذا ما ترك الأمر على عواهله دون الاعتقال القيادي لقيادات الفصائل المقاومة الأساسية ربما هذا الأمر سيأخذ منحى أكثر تعقيدا وأكثر اتساعا. لذلك أعتقد أنه هذا يأتي في إطار مخطط إسرائيلي لإعادة ضرب البنية القيادية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه التحديد، وربما يأخذ فيما بعض أشكال أخرى من خلال الضرب الميداني للقيادات الميدانية والعناصر الفاعلة في الميدان. من غزة أيضا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عرفات أبو زايد، أهلا بك أستاذ عرفات. إذن العمل المقاوم المنظم كما قال الأستاذ إبراهيم حبيب يتصاعد في الضفة، اعتقال القيادات أو محاولة ضرب البنية القيادية للمقاومة في الضفة الغربية، هل من الممكن أن تأتي بثمارها فعلا وتوقف العمل المقاوم في الضفة؟ بتقدير ان الاجهزه الامنيه الاسرائيليه وخاصه الشباك يعلم تماما بان عمليات الاعتقال التي يمارسها في الضفه المحتله لا يمكن لها باي حال من الاحوال ان توقف تصاعد المقاومه التي اصبحت اليوم في حاله تصاعد كبير، وذلك باعتراف الاجهزه الامنيه والاعلام الاسرائيلي الذي يتناول هذا كل يوم في نشراته الاخباريه بان حاله المقاومه في تصاعد مستمر. على سبيل المثال يعني الاسرائيلي يعتقل حتى يعني نهايه تموز الحالي يعني في هذا العام قبل شهر هو يعتقل 5100 أسير من بينهم 32 أسيرة، أيضا 165 طفل، 1200 أسير معتقل إداري. لم تتوقف حالة المقاومة. الإسرائيلي الذي قام قبل عام بالتمام والكمال في بداية أغسطس من العام الماضي من اعتقال الشيخ بسام السعدي الذي كان يمثل أيقونة للعمل المقاوم في شمال الضفة الغربية وفي الضفة وفي جنين تحديدا
وعلى اثر هذا الاعتقال اندلعت معركه وحده الساحات في قطاع غزه، كان يعتقد بان هذا الاعتقال له ان يقهر حاله الموقف، ان المقاومه تتراجع وليصيب المقاومه الاحباط. ولكن نحن شاهدنا مؤخرا ان كل عمليات الاعتقال وعمليه اعتقال الشيخ بسام السعدي في حينه لم تجدي نفعا، والاسرائيلي ايضا شاهد ذلك من خلال عمليه معركه جنين قبل شهرين من الان، كيف تصاعد العمل المقاوم بشكل اكبر. بمعنى نحن اليوم امام مشهد جديد هو تصاعد العمل المقاوم وتنظيم العمل المقاوم بشكل اكبر. كما تحدث الاخ ابراهيم حبيب بان مساله الذئاب المنفرده التي كان يتحدث عنها الاسرائيلي ما في مارس من العام قبل الماضي مع اندلاع انتفاضه الضفه او تصاعد العمل في الضفه، نحن اليوم نتحدث عن عمل له عناوين، عن عمل له رموز، والاسرائيلي يحاول قدر الامكان ان يقضي على هذه الرموز، ويعتقد بانه من خلال عمليات الاعتقال للشيخ ماهر الاخرس وكل القيادات الذين يتم اعتقاله، هو يعتقد بان هذه الاعتقالات يمكن ان تؤثر على نفسيه المقاومين او معنويات المقاومين. لكن بالتاكيد يعني هناك ما يؤكد وشواهد كثيره تؤكد بان كل عمليات الاعتقال هذه لم تؤثر مطلقا على عمل المقاومه واستمراريه عمل المقاومه، بدليل اننا كل يوم وكل ساعه لا بد ان يكون هناك عمليات اطلاق نار، هناك عمليات تصدي للمواجهات سواء بشكل منظم او حتى من المجتمع الفلسطيني على مستوى الشباب الفلسطيني الذين يواجهوا الاحتلال على مدار الساعه. الاسرائيلي في مازق الذي نشر 20 كتيبه على مستوى الضفه، وقبل يومين نشر كتيبه جديده في الخليل، هو كان ينتظر ان يكون العمل مركز في شمال الضفه، هو تفاجئ بان جنوب الضفه في الخليل دخلت على المعركه، الضفه الخليل تحديدا التي يقتل بها 800,000 مواطن فلسطيني هي تمثل صداع كبير للاسرائيلي في حال ما اندمجت بشكل كبير وبشكل واضح في العمل المقاوم. هذا هو الخوف الاسرائيلي بالمرحله المقبله، كيف له ان يواجه اندماج العمل المقاوم سواء في شمال الضفه او جنوب الضفه؟ هذا باعتقادي يعني صداع كبير للحكومه الامنيه والمنظومه الامنيه والعسكريه في اسرائيل. إذن الإسرائيلي اليوم في موقع رد الفعل، في موقع الفعل. قبل أن نتابع مع ضيوفنا ننتقل إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. أهلا بك ناصر، ما الذي تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية حول حملة الاعتقالات هذا؟ هل يستمر التجيش وحالة الهستيريا التي كانت سائدة؟ هي للجميع في الحقيقة، إسرائيل تروج لهذه الاعتقالات الجماعية ومعظمها مخالف للقانون الدولي على أنها إنجاز عسكري، ودلالة على فراغ الخطة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ودلالة على تخبط إسرائيل كامل. 34 قتيل من المستوطنين منذ بداية العام أدت إلى تغير هائل في استراتيجية إسرائيل. نتنياهو نفسه الذي وقف على منصة الأمم المتحدة وتعمد ان لا يذكر اسم فلسطين او الفلسطينيين ابدا في خطابه، اليوم يجد في وسائل الاعلام الاسرائيليه في كل عنوان وفي كل خبر وفي كل سطر اسم فلسطين والفلسطينيين. هذا من ناحيه، الناحيه الثانيه لا تزال الامور تربط باجتماع الكابينيت يوم امس، بالامس وصفت القناه 12 اجتماع الكابينيت بانه سخيف. صرخ ابن جبير وسموتريتش وقالوا كلاما لا صله له بالامن او بالعسكريتاريا ابدا، طالبوا بانتقام. نتنياهو على ما يبدو مع جالنت قرر ان يكون قرار الرد على عمليه الخليل بيدهما فقط دون شخص ثالث حتى لا تتسرب المعلومات. وبالمناسبه الاعتقالات التي جرت هي انتصار وهمي تلفزيوني يقدم للمستوطنين الذين بدأوا يتظاهرون، لم كفوا عن العربدة وبدأوا يعرفون أن الموت ينتظرهم، وهذا تغير هائل وكبير استراتيجي في آخر 20 سنة، أن المستوطنين ينتقلوا إلى حالة الدفاع والفلسطينيين يترأسهم الفدائيون على بوابات المدن وفي الطرقات ينتقلون إلى حالة الهجوم. إسرائيل انقلبت الموازين عليها بشكل كامل. هذه حملة الاعتقالات قد تكون غذت بعض العناوين الصباحية هذا اليوم، لكنها سرعان ما تتبدد بأول عملية، ثاني عملية، ثالث عملية قادمة، وستصبح بلا جد وأبدا. هذا الاعتقال هو انتقامي، وهذا يعني يجد سوقا عند الجمهور الإسرائيلي الغوغاء اليميني، يريدون الانتقام ويريدون دماء من الفلسطينيين، لكن الاستراتيجيين في إسرائيل يعرفون أن هذا يعمق الأزمة، يعمق الانتفاضة، وأنه لا حل الانتفاضة إلا الحل السياسي، الانتفاضة الأولى الثانية
وهذه السالفة لا يمكن أن تتوقف إلا بحل سياسي. نتنياهو لا يملك حل سياسي، جنت يهاجم من جانب بن جبير وصفه بأنه رقيق، فأراد أن يثبت أنه ليس رقيق، فاعتقل أساتذة الجامعات ورموز إعلامية لا دخل لهم أبدا بالعمليات. أنا أرى بأن هذا تخبط، عناوين الصحافة العبرية أمامي تروج للاعتقالات وكأنها إنجاز عسكري، لكن الخبراء الاستراتيجيون عسكريا أمنيا سياسيا يعرفون أن إسرائيل تقف على رجل ونص أمام حزب الله وعلى نص رجل أمام الفدائيين في الضفة الغربية. نعم، من جديد إلى الأستاذ خليل شاهين. يعني صورة مهمة وصفها زميل ناصر اللحام، الفلسطينيون اليوم في حالة هجوم في عمل مقاوم مستمر، بينما الإسرائيليون في حالة دفاع. كيف انقلبت الموازين لا سيما في الضفة الغربية؟ يعني نحن نشهد تطور العمل الكفاحي الفلسطيني وفي السنوات الأخيرة، وخصوصا ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وخصوصا وابتدى هذا العمل من 2015 بعمليات طعن، عمليات داس، وصولا إلى العمليات العسكرية. 34 قتيل يعني إسرائيلي، منهم 26 أو 27 قتلوا بالرصاص يعني بعمليات إطلاق نار. وهذا الأمر يدل أن المقاومين الفلسطينيين باتوا يدركوا أيضا بأن تطوير وسائل استخدام وسائل المقاومة وضمنها الأسلحة تؤدي إلى إيقاع خسائر أكبر في صفوف الجيش، والتركيز أيضا على المستوطنين من شأنه أيضا أن يوجه صفعة لمخطط هذه الحكومة الإسرائيلية التي باتت تتبنى برنامج وزير المالية الفاشي سموتريتش، الذي يقول بأن رأس الحربة في حسم الصراع هو التمدد الاستيطاني، وأن كل عملية فلسطينية سوف تجابة بمزيد من الاستيطان، مزيد من البؤر الاستيطانية التي تنتشر الآن يعني في الطريق، في منتصف الطريق ما بين رام الله ونابلس وصولا إلى شمال الضفة الغربية، ومن ثم تخصصتها الموازنات لشرعنتها وتوسيعها وربطها بالبنى التحتية مع باقي المستوطنات الكبيرة. لذلك على إيقاع هذه السياسات الإسرائيلية الاستيطانية وسياسات القتل والاعتقالات الواسعة، تتطور أيضا المقاومة الفلسطينية، تنتقل من الطعن إلى الدهس إلى عمليات منظمة، وتتطور أيضا التشكيلات المسلحة وتتأقلم مع الواقع الديموغرافي الذي فرض على الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص منذ عملية السور الواقي عام 2002، حيث جرى يعني عزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض، محاولة تكريس الوجود الفلسطيني في معازل تحت إدارة السلطة الفلسطينية في المنطقة المسمى ألف، عزل الريف الفلسطيني عن مراكز المدن، وانتشار في عمليات البنى التحتية وطرق المواصلات بطريقة تعزز تحرك التنقل المستوطنين وتحد من تواصل الفلسطينيين مع بعضهم يعني البعض. المقاومة الفلسطينية تحاول أن تأخذ الطابع المحلي من حيث انتشارها لكي تتأقلم مع هذا الواقع الجديد. شاهدنا هذا الأمر في جنين وفي نابلس وفي قرى جنين، في جبع، في 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 سلفيت، في طباس، ونشهده أيضا في منطقة وسط الضفة الغربية، وأخيرا شاهدناه في العملية الأخيرة في الخليل. لذلك هذا الانتشار والتوسع يرافقه أيضا تطور في قدرات المقاومين الفلسطينيين، سواء قدرات التشكيلات المسلحة الفلسطينية أو قدرات العمليات التي ينفذها أفراد، وهي عمليات ذاتية التخطيط والتنفيذ وليست عمليات منفردة، بمعنى أنها تستند إلى ثقافة ولا تجارب من قبل الذين يعني ينفذوها. لذلك نشأ تطورا في عمليات التخطيط، عمليات الرصد، وعمليات والسلاح يعني المستخدم، وبتقديري أن هذا الأمر سوف يتطور خلال الفترة الماضية بفعل تراكم الخبرة لدى الفلسطينيين وحالة الضعف التي أشرت إليها لدى الاحتلال الإسرائيلي. إلى الأستاذ إبراهيم حبيب. أستاذ إبراهيم، يعني كما أشار السيد خليل شاهين أن العمل المقاوم في الضفة الغربية يتطور شيء فشيء، يعني وإذا راقبنا العمليات التي جرت خلال السنة والنصف الماضية نلاحظ هذا التطور بشكل واضح، ما العوامل التي أسهمت في ذلك والتي ساعدت عليه؟ عوامل عديدة يمكن رصدها في تطور هذا العمل المقاوم، أولها هو قناعة
الشباب الفلسطيني بضرورة استخدام المقاومة المسلحة ضد هذا المحتل الغاصب ومستوطنيه في ظل انسداد الأفق السياسي للعملية السلمية واتساع دائرة الاستيطان في الضفة الغربية وعربدة المستوطنين، وبالتالي الفلسطيني وجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه في وقت لا يجد من يدافع عنه. لذلك أعتقد أن العديد من الشباب ربما من جيل العشرينات، جيل ما بعد عملية الصور الواقي، هو الآن الذي يقود زمام المبادرة للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الخبرة الميدانية بدت واضحة لدى الشباب الفلسطيني، تراكم الخبرة نتيجة للممارسة الميدانية والعمليات التي يمارسها الاحتلال ضد عمليات ضد شباب المقاومة تكسبهم المزيد من الخبرة، وبالتالي هذا الأمر أيضا له عامل. العامل الثالث هو محاولة نقل الخبرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر الفيديوهات والفيديوهات التعليمية من أجل النقل الآمن للمعلومات والوصول إلى مراحل من نقل الخبرة. هذا رأيناه في منظومة الصواريخ التي بدت واضحة وتنتقلت إلى مدينة جنين، كذلك العبوات الناسفة، هذه مؤشرات مهمة بدأت تعطي ثمارها وتظهر ملامحها بشكل واضح. أيضا اتساع دائرة استخدام الأسلحة النارية في العمليات والوعي الشعبي للمواطنين بإغلاق الكاميرات وعدم السماح للاحتلال باستخدام تلك الكاميرات من أجل ملاحقة المقاومين، كل هذه عوامل بدأت مراكمتها تؤتي ثمارها، ومن ثم اتساع دائرة العمل المقاوم بدت واضحة. يضاف إلى ذلك كله أن الفصائل الفلسطينية الرئيسية التي كانت مغيبة خلال السنوات القليلة الماضية على مدار ربما أكثر من 15 عاما بدأت تتحرك وتنظم صفوفها، ونتحدث عن منصات قيادية ربما كانت في خارج الضفة الغربية ثم بدأت تنتقل إلى الضفة الغربية، وبالتالي هذا أعطى صورة واضحة بأن العمل بدأ يأخذ الشكل المنظم في الضفة الغربية. إلى الأستاذ عرفات أبو زايد من جديد، إذا هذه العوامل التي ساعدت العمل المقاوم في الضفة الغربية على أن يتطور، ولكن ما الذي لا يزال يحتاجه هذا العمل المقاوم؟ بالتأكيد يعني العمل المقاوم في الضفة المحتلة لا يعني هو يعتبر في بداية إطلاق العمل المقاوم، نحن نتحدث عن مستوى الإمكانيات واللوجستيات والتدريب، نتحدث عن شبابهم في سن العشرين، شباب أصلا لم يكن هناك يعني أي تجربة ميدانية حقيقية بالانخراط في العمل المقاوم أو بالاشتباك مع الاحتلال، لكن بتقدير أن حالة الدعم والمساندة والتوعية الأمنية لهذا الشباب هذا يعني جزء مهم مطلوب من كل قوى المقاومة فصائل المقاومة. المطلوب أيضا أن ترفع السلطة يعني يدها الأمنية عن هؤلاء الشباب، يحتاج مساعدة بالتأكيد يعني من كافة شرائح شعبنا، من الأجهزة الأمنية، من فصائل المقاومة، كل هذه أشياء مهمة مطلوبة. أنا بدي أود أن أتحدث بشيء له علاقة بحالة الدفاع والهجوم، يعني تآكل سياسة الردع لدى الاحتلال هذا أصبح يعني واضح جدا في طريقة التعامل حتى مع عملية حوار وعملية الخليل مؤخرا. نحن نتحدث أن الاحتلال بدأت المعاناة الحقيقية من عملية مجده وما تبعها من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وكذلك إطلاق عملية ثأر الأحرار من غزة وبأس جنين، التي أصبح الاحتلال يعني يخرج من مأزق ويدخل في مأزق أكبر من المأزق الذي سبقه. كل هذه العوامل ساهمت بأن يتطور العمل المقاوم بشكل أكبر، لكن على مستوى اللوجستيات ومستوى الإمكانيات ما زال الشباب الفلسطيني تحدث يعني قطعة سلاح واحدة يمكن أن تصل يعني ثمنها أكثر من 25 أو 30 ألف دولار أمريكي في الضفة المحتلة، نتحدث عن إمكانيات يعني بسيطة جدا ربما تتوفر في أي جبهة من الجبهات التي يعني تطوق إسرائيل، لكن على مستوى الضفة الإسرائيلي حريص جدا أن يكون هناك حالة يعني إطباق كامل على مسألة وصول الأسلحة إلى أيدي الشباب، وخاصة الشباب الذين يمكن أن يكون لهم دور مهم في عملية نقل المقاومة وتطوير آليات الاستخدام لهذا السلاح. لكن الأهم هو أن يكون هناك دور كل فصائل المقاومة أن تدعم باتجاه أكبر باتجاه دعم الشباب الفلسطيني. حالة المقاومة الآن في حالة تصاعد، الإسرائيلي يعتبر أن حالة المقاومة المتصاعدة
هي اخطر من حاله المقاومه التي كانت في بدايه الانتفاضه الاقصى، وخاصه في ظل اندماج مجموعه كبيره جدا من الشباب، ويتحدث عن شباب 17 18 او 19 سنه هم من يقودوا العمل المقاوم على مستوى كل محافظات الضفه المختلفه. هذا جانب. جانب اخر ايضا يجب ان نركز عليه هو مساله الدعم، بعيدا عن الدعم اللوجستي او الدعم المادي، يجب ان يكون هناك حاضنه شعبيه اكبر من الاجهزه الامنيه التي ربما حدث بعض الخلافات مع الشباب المقاومين في الضفه المحتله، ويجب ان يكون هناك دور اكبر للاجهزه الامنيه على الاقل ان لم تدعم هؤلاء الشباب ان ترفع يدهم عنها. نعم. من جديد اليك ناصر اللحام، ذكرت في مداخلتك السابقه ان الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال هم ليسوا فقط من القيادات في فصائل المقاومه، بل حتى انه تم اعتقال اساتذه جامعيين وناشطين. الى اي مدى يدل ذلك على التخبط في كيان الاحتلال وفي مراكز القرار؟ وايضا هل عرف ما اذا كانت سوف تتم محاكمه هؤلاء المعتقلين ام انه اعتقال اداري؟ هل من حديث حول ذلك؟ أولا، من يتواجد في السجون أعضاء برلمان، وزراء، مفكرين، تواجد في السجون كتاب، روائيين، وقيادات سياسية ومجتمعية، مصلحين اجتماعيين، وطلاب جامعات. من يخرج من السجن القتل. الذي قتل شهيد رام الله، المستوطنين أولاد التلال خرجوا بكفالة وهم يضحكون أمام الكاميرات. الذي يجب ان يكون في السجن هو ايتمار بن جبير، قاتل ومحرض على القتل، الذي يجب ان يخرج من السجون قيادات الفكر والحريه المتواجدون بالالاف في سجون الاحتلال. اسرائيل التي لا تلتزم بالقانون الدولي تقوم باختطاف هؤلاء المعتقلين كرهائن، تاخذهم كرهائن. يعني اعضاء البرلمان من حماس، الوزراء من حماس، أعضاء البرلمان من فتح والجبهة الشعبية، مين عامل الجبهة الشعبية، المفكرين، الكتاب، الذين تعتقلهم قوات الاحتلال وتلفق لهم التهم أو من دون تهم، وهذا عادي جدا، في ظل حكم عسكري وتوصيات من الحكم العسكري الذي يطلق عليهم الأحكام وجهاد الشباك تحت عنوان ملف سري، الذي يطلق سراحه من المجرمين والإرهابيين اليهود وهم أعضاء خلايا يعترفوا بالقتل العمد ضد أطفال وأبرياء فلسطينيين أو حاولوا تفخيخ حافلات، ويطلق سراحهم ويصبحوا أعضاء كنيسة. هذا لم يعد مجالا للنقاش لأنه من البديهيات. حتى في الرواية العالمية بلاش نستمع للفلسطينيين والمتحدثين على شاشة الميادين، نقرأ على أرشيف منظمة بيت سالم الإسرائيلية ونجد هؤلاء مع صورهم القتلة متواجدون. صحفيون يمضون أكثر من 20 سنة مثل نضال أبو عكر من الدهيشة فقط لإحكام إدارية. يعني حين يسأل المحامي لماذا تعتقلون صحفي لأكثر من 20 سنة وهو كان على شاشتنا بالمناسبة، لا أحد يجيب، ملف سري لمجرد أنه يحاول إصلاح المجتمع ويحارب المخدرات في المجتمع المحلي يتم اعتقاله. قضية الأسرى هم رهائن، ونتنياهو العاجز عن تكوين أي إنجازات لا في تل أبيب ولا في الخليل، اليوم يجد بأنه عملية الخليل فرصة ليحمل عليها فواتير. الصحافة العبرية تصف الخليل بالمدينة الخضراء في إشارة لحماس لأنها مدينة متدينة، يعني مثل في كل بلد هناك مدينة محافظة تفتخر بدينها مثل صفاقس في تونس أو مدن أخرى كثيرة في العالم العربي. الخليل مدينة محافظة تفتخر بأنها مدينة محافظة، اليوم يتم الانتقام منها ومحاصرتها وتدميرها رغم أنها أهم مدينة تجارية وصناعية في فلسطين، يتم إنزال العقوبات الجماعية عليها واختطاف أهلها لرفع معنويات المستوطنين وخفض معنويات الفلسطينيين. دور الإعلام الفلسطيني أن يفعل العكس، دور الإعلام العربي أن يشرح ويوضح عمق الأمر على هذا النحو. أنا أرى بأن هذا يعني مسألة موضوعية، موضعية، الاعتقالات موضعية. مع أول عملية قادمة سينسى الإسرائيليون والناخبون الإسرائيليون، سينسون ما حدث ويبدأون بالتفكير والمطالبة بالانتقام.
كتيبة جبهة أطلقت النيران، كان هناك اعتقالات في قلنديا، الضفة مليئة إطلاق نار. بالأمس حوصرت بيت لحم بالكامل ليلا من جميع مداخلها ومخارجها، وتم محاصرة سكان بيت لحم بالكامل. الذريعة إطلاق نار على حافل المستوطنين في حسان. أين تقع حسان؟ غرب بيت لحم، تحت السيطرة الإسرائيلية وليس سيطرة السلطة الفلسطينية. يعني من يذهب إلى حسان، وأصدقائنا كثر فيها، يجد دوريات جيش الاحتلال هي التي تفتشنا. يعني حسان تحت سيطرة الاحتلال، غير خاضع للفلسطينيين، وقعت فيها عملية، ومع ذلك تم معاقبة سكان مناطق ألف. إذن هذا جنون، ما يحدث في إسرائيل جنون. إسرائيل تبحث عن أي إنجاز وهمي من أجل تقديمه لإبقاء نتنياهو في الحكم. لا أستبعدن اغتيالات في غزة أو في الخارج، لكن إسرائيل لا يردعها الانتقادات الدولية ولا الأمم المتحدة، يردعها شيء واحد، حين تعرف أنه يتم معاملتها بالمثل، حين تقوم بجريمة كهذه، حين تحسب الحساب أنه سيرد عليها، لن تقوم بعملية أو جريمة كهذه. طب فكرة الاغتيالات أسأل عنها الأستاذ خليل شاهين، يعني خيار الاغتيالات كان قد طرح ولا زال مطروحا بقوة في اجتماعات الكابينة الإسرائيلي، وكثر من وسائل الإعلام وحتى الأحزاب المتطرفة تنادي بهذا الخيار. لماذا لم تجرؤ حتى الآن قوات الاحتلال على اتخاذ من هذا الخيار ردا على العمليات في الضفة الغربية؟ تنفذ عمليات اغتيال بشكل متواصل كما فعلت يعني في مطلع هذا الشهر، في اغتيال 3 شبان فلسطينيين بإطلاق النار على سيارتهم، أحدهم فتى صغير السن، وقتلهم عند مفترق عرابة في منطقة جنين. وهذا الأمر يتكرر. الذي يدور عليه عنه الحديث اليوم هو الانتقال إلى اغتيالات إلى مستوى أعلى، أي تكرار عمليات اغتيال كتلك التي حدثت مع قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. ومن يذكر ما الذي حدث بعد هذه العملية يعرف تماما التخوف الموجود لدى الجيش الإسرائيلي، لأن حركة الجهاد الإسلامي ردت يعني بشكل عنيف، وأطلقت الصواريخ إلى مسافات يعني بعيدة، وأدخلت الإسرائيليين إلى في منطقة الجنوب والوسط إلى الملاجئ مرة أخرى. لذلك الجيش الإسرائيلي يحسب ألف حساب لعملية اغتيال ربما يعني تؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر فأكثر، إذا ما طالت يعني قيادات سياسية أو قيادات عسكرية من مستوى عالي. ثانيا، ما تحرص حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية على التفادي أي عمليات عسكرية يمكن أن تعيد الفلسطينيين مرة أخرى إلى التمسك أو تجسيد مبدأ وحدة الساحات. لكن ما تفعله حكومة نتنياهو هو عمليا أنها تحاول تفكيك وحدة الساحات بيد، ولكنها تعيد توحيد الساحات باليد الأخرى. فالقيام بعمليات اغتيال خارج الضفة الغربية يؤدي إلى وحدة الساحات مرة أخرى. القيام بعمليات اغتيال خارج قطاع غزة وربما في سوريا، أو حتى التفكير بعمليات اغتيال في لبنان، هذا الأمر من شأنه أيضا أن يلقى يعني ردا واسعا من قبل الفصائل الفلسطينية. الفصائل أيضا كما تشير وسائل الإعلام أنها أوصلت رسائل للمصريين وغيرهم بأنها لن تقف هذه المرة مكتوفة الأيدي، أي أنها ستدخل المعركة ربما تحت عنوان القيادة المشتركة في قطاع غزة إذا ما جرى التجرع على المس بالقيادات الفلسطينية. هذا لا يعني التقليل من خطورة استمرار الاغتيالات التي تطال المقاومين الميدانيين، ولكنها تأتي في سياق حالة اشتباك يومية من قبل المقاومين الفلسطينيين مع الجيش الاحتلال ومع المستوطنين. الجديد هذه المرة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تسرب بأن المستوى الأمني والمستوى العسكري هو الذي أوصى هذه المرة بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، ولكن أن تكون مؤلمة. كيف تكون مؤلمة؟ أن تمس قيادات من الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هم يعتقدون بأن هذا الأمر يمكن أن يشكل رادع لهذه الفصائل في حالة يعني شعور القيادات بأنها يعني مستهدفة في أي لحظة. ولكن هذا الأمر جرب خلال الفترة والسنوات السابقة ولم يؤدي إلى نتيجة، أدى إلى ردود فعل يعني فلسطينية، أدى إلى سرعة في إعادة
تنظيم التشكيلات القيادية والتراتبية في الفصائل كما حدث مع سرايا القدس يعني بعد العدوان الأخير على قطاع غزة. ولذلك برأيي أن سياسة الاغتيالات أثبت يعني فشلها، لأنها لا تستطيع أن تؤدي الغرض الذي يعني على الأقل تشيعه إسرائيل. ولكن سياسة الاغتيالات والعودة إليها على الأقل هي ترضي اليمين المتطرف، ونحن نسمع تصريحات طابع جنوني من بن غفير وسموتريتش لإرضاء جمهورهم من المستوطنين، وهذا الجمهور يعني يحتاجونه الآن بالمناسبة، لأنهم يستعدون لخوض انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل، ويحشدون يعني لهذا الأمر، لأنهم يعتقدون بأنهم يمكن أن يحققوا فوزا أيضا على مستوى السلطات المحلية، وبالتالي يوسعوا نطاق تحكمهم بالدولة على مستوى الحكومة وعلى مستوى الكنيسة والآن على مستوى السلطات المحلية. سموتريتش يذهب إلى توحيد يعني حزب الصهيونية الدينية مع حزب البيت اليهودي بزعامة شكيد، التي فشل يعني نتنياهو في توحيد هذين الحزبين إبان الانتخابات الماضية وما بعدها. اليوم نرى أن هذه التصريحات والدعوات التي نسمعها من فير ومن سموتريتش هي تأتي أيضا لاسترضاء الجمهور المتطرفين، وهي وخاصة الكتلة الاستيطانية التي يتزايد حجمها في ضمن الأصوات أصوات الناخبين الإسرائيليين. لكن أيضا الجانب الفلسطيني يدرك بأنها أن يعني القادة والميدانيين والقادة من الصف الأول والثاني هم أيضا مستهدفون، ولذلك يعني يتم يعني اتخاذ الإجراءات الاحتياطية قدر الإمكان من أجل إفشال يعني هذه يعني المحاولات الإسرائيلية لاصطياد الرؤوس. أستاذ إبراهيم حبيب، ما محددات أن تنتقل هذه حملة الاعتقالات هذه إلى عملية عسكرية واسعة؟ ما موانع ذلك وما هي محددات هذا التحول في حال حصل؟ يعني أعتقد أن هذا الأمر ممكن ووارد جدا في ظل عدم وجود أجندة سياسية لدى الاحتلال، ولا يوجد لديه إلا الأجندة الأمنية، يحاول أن يصدر وهما بأنه يحقق إنجاز من خلال عمليات الاعتقال، وربما يفعل ذلك من خلال عمليات الاغتيال. لكن المحدد الأساسي هو الشخصيات التي سيتم اغتيالها إذا ما كان هناك قرار، مستواهم القيادي، إمكانيات انفتاح مواجهة واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا ما كان الاغتيال في غزة أو في الخارج، أو حتى شن عملية عسكرية في نابلس أو في جنين كما حدث الشهر الماضي في جنين. وعملية العملية الأخيرة يعني أعتقد أن هناك وحدة واحدة للمقاومة كانت ظاهرة من خلال هذه العملية. لو تذكرون في عملية السور الواقي، المقاومة الفلسطينية في جنين كانت قدراتها وإمكانياتها أكبر بكثير مما هي عليه الآن، لكن العملية الأخيرة التي شنت في جنين كانت محدودة، ولم تستطع إسرائيل وجيشها الاستفراد في المخيم، لأن رسائل المقاومة في غزة كانت واضحة المعالم بأنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالمخيم وبالمقاومة، وإذا ما كان هناك حالة استفراد فإن الجبهة الكاملة ستفتح في غزة وفي الداخل المحتل، وهذه رسالة نقلها الأشقاء المصريون لقادة الاحتلال. لذلك كان تصريح نتنياهو منذ اليوم الثاني أن هذه العملية لن تطول أكثر من 72 ساعة. هذا يعطي مؤشر واضح أن المقاومة الفلسطينية في غزة ترقب ما يحدث في الضفة الغربية من أعمال مقاومة، وأن ما يجري ربما هو على عينها وبدعمها ومساندتها، وأنها لن تسمح للاحتلال بالتفرد به. أما عملية الاغتيال هنا أو في الضفة الغربية أو حتى في الخارج، أعتقد أن لها حساباتها، لكن كل موجود على الطاولة. في ظل وجود حكومة متطرفة مأزومة داخليا ليس لديها أي أفق سياسي، وانشغال المجتمع الدولي في معارك إقليمية ودولية متناحرة، يمكن أن تقدم هذه الحكومة على ارتكاب حماقة، وبالتالي الأمر وارد أن يكون انفتاح هناك لجبهة جديدة ومواجهة جديدة مع الاحتلال. أستاذ عرفات أبو زايد، من جديد إليك، الطريقة التي تتعامل بها قوات الاحتلال وصناع القرار في الاحتلال مع هذه المستجدات ومع عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى أي مدى تعكس التخبط والضغط الداخلي على أكثر من صعيد، سواء على صعيد الحكومة، على صعيد الأحزاب السياسية، أو حتى على صعيد مجتمع المستوطنين؟
الداخليه الاسرائيليه يعني القت بظلالها على الكثير من الخطوات والتوجهات الاسرائيليه الامنيه والعسكريه. يعني اذا لاحظنا منذ تشكيل حكومه الائتلاف الاسرائيلي بقياده نتنياهو كان يتحدث عن التهديد الاكبر ايران والبرنامج النووي، وكان يسعى لوضع خطط، واكثر من مره تحدث بذلك، وضع خطط لمهاجمه ايران ومهاجم برنامج النووي الايراني، وتحدث في احدى المرات بانه يمكن ان تذهب اسرائيل لوحدها بشكل منفرد ان رفضت الولايات المتحده الامريكيه شراكتها في هذه العمليه. ولكن رويدا مع الازمه الداخليه وحجم العمل الميداني للمقاومه في الضفه، اصبح نتنياهو يتراجع، اصبح يتحدث عن تهديد الجبهه الشماليه وتهديد حزب الله، اصبح يتحدث عن موضوع خيمه، نتحدث اسرائيل الجيش الذي لا يقهر، الذي كان يضرب في الشمال والجنوب اينما شاء، هو اليوم غير قادر منذ اشهر ان يستهدف خيمه في لبنان على حدود شمال فلسطين المحتله، واصبح يتحدث دبلوماسيا ويفاوض ويتحدث مع كل الاطراف حتى يزيل حزب الله هذه القيمه، وحزب الله لم يزيلها وهو لم يستطيع ان يزيلها بنفسه، هذا جانب. جانب اخر ايضا نتحدث عن مساله التصاعد والاحتجاجات في إيطاليا. هذا كله باعتقادي يعني اثر بالسلب على قدره حكومه نتنياهو التي اصلا بالاساس هي تشمل وزراء، يعني غالبيه الوزراء في داخل هذا الائتلاف يعني هم يعني ليس لديهم قدرة إدارية ومهارات يعني على مستوى الوزراء يمكن أن يديروا حكومة بهذا الشكل، وأصبحوا يتحدثوا يعني بالمواضيع اليومية والتفاصيل التي لا يمكن لإسرائيل أن تتحدث بها وهي في داخل كيان أو في داخل يعني محيط، سواء من غزة، من الضفة، من لبنان، من سوريا، محيط يعني مشتعل جدا اتجاه كيان الإسرائيلي. هذا جانب. بتقديري في اخر مواجهتين، هذا الامر يعني مهم جدا يعني، وادعو كل اخواني في فصائل المقاومه ان يسمعوه جيدا. في اخر مواجهتين اسرائيل خاضتهم في قطاع غزه في مساله يعني ترابط الساحات، المواجهه الاولى كانت في اب العام الماضي، كانت عقب اعتقال الشيخ غسان الثاني، وفي اليوم التالي او بعد يومين انتقلت الى غزه باغتيال قائد المنطقه الشماليه والجنوبيه لاسرائيل قدس، واندلعت مواجهه وحده الساحات. في مايو من العام الحالي ايضا المواجهه اندلعت عقب استشهاد الشيخ خضر عدنان، تم استشهاد الشيخ خضر عدنان وبعدها بثلاث او اربع ايام عندما ردت المقاومه واسرائيل القدس بالرد على اغتيال الشيخ خضر عدنان، قامت اسرائيل بفتح معركه واغتيال ثلاثه من ابرز قاده اسرائيل القدس في المجلس العسكري، وايضا باغتيال عدد اخر من قاده اسرائيل خلال ايام المعركه. بمعنى اسرائيل تعلم تماما حجم الربط بين الساحات وخاصه ساحه غزه وساحه الضفه، وهي في يعني كما نعلم ولدينا مصادر في هذا الامر، وجهت الكثير من الرسائل للمقاومه وتحديدا لحماس والجهاد الاسلامي في غزه بان تكف يدها، ليس فقط على الدعم المادي والدعم العسكري وانما حتى على الدعم الاعلامي. اسرائيل تريد من المقاومه في غزه ان لا تنشر اي فيديو، ان لا تنشر اي ماده توعويه للمقاومه في الضفه، تريد ان تفصل بالكامل. لكن انا بتقديري وهذا مهم جدا يمكن ان نتحدث به، أن عمليات الاعتقال اليوم في الضفة، وإسرائيل تعلم تماما أن الضفة لا يمكن لها أن تتراجع تخلف العمل المقاوم، وهي غير قادرة على يعني إجهاض حالة المقاومة، لكن يمكن أن تكون اعتقالات اليوم هي مقدمة وتمهيد لمحاولة استدراج المقاومة في غزة، ومن ثم القيام بعمليات اغتيال، أو تكون مقدمة لعمليات اغتيال في غزة أو خارج غزة. ولكن أنا بتقديري أن غزة تعتبر ربما إذا وضعنا كل الجبهات على الطاولة ما بين لبنان وسوريا وغزة، يمكن أن تكون غزة هي يعني المكان المفضل للإسرائيلي أن يقوم بعملية اغتيال، هو يعلم تماما الحجم الذي يمكن أن يدفعه يعني إذا دخل مواجهة مع غزة، ولكن هو يعلم الثمن الأكبر الذي يمكن أن يدفعه إذا دخل في مواجهة مع حزب الله. لذلك على قيادة المقاومة في قطاع غزة وفي الخارج أيضا أن يكونوا على حذر شديد، نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية فاشية، حكومة عنصرية، حكومة ساذجة جدا، لا يوجد لديها قواعد اشتباك، يمكن أن تقوم بأي عملية يعني تستهدف بها قيادة المقاومة في أي لحظة، وهذا الأمر نتحدث به يعني حتى لإخواننا في الضفة المحتلة، تفعيل سلاح الجو في عمليات الاغتيال في الضفة أيضا وارد، استخدم هذا السلاح إبان عملية جنين قبل شهرين، ولكن يمكن أن يقوم باستخدام سلاح الجو مجددا في تنفيذ عمليات اغتيال للقيادة الميدانية في شمال الضفة المحتلة وفي جنوب الضفة المحتلة للقيادة التي لم يستطيع الوصول إليها بشكل ميداني وعبر القوات الخاصة. هذا مهم جدا للمقاومة في الضفة أن يكونوا على حذر شديد من عمليات الاغتيال من الجو في المرحلة المحتلة.
نعم، من جديد إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، كيف هي الأوضاع الآن في الضفة الغربية لا سيما بعد كل التعزيزات العسكرية التي تم استخدامها؟ ما يؤكد ما تفضل به الضيوف الكرام على الشاشة أنه الهدف هو رفع معنويات المستوطنين والحط من معنويات الفلسطينيين. منذ الصباح ينشغل وزير الجيش يوآف جالنت وجنرالات القيادة في المنطقة الوسطى للاجتماعات مع مجلس مستوطنات الضفة لمناقشة ما هي الإجراءات التي ترضيهم وترفع معنوياتهم وتعيد الثقة لهم، وبالتالي هذا يؤكد مرة أخرى على أنه ما يفعله جيش الاحتلال، نتحدث عن أكثر من 27 كتيبة بالإضافة إلى 25 سرية من حرس الحدود تلاحق منفذ عملية حوارة، ولم تنجح قوات الاحتلال لغاية الآن باعتقاله رغم المسيرات بكثرة والجميع في الأرض المحتلة يسمع ويشاهد الطيران عن قرب وبمستوى منخفض يطير في فلسطين. الهدف هو أولا رسالة للفلسطينيين، ثانيا رفع معنويات المستوطنين، ثالثا إخافة المطاردين ليتحركوا من مكانهم ويتم اصطيادهم. ربما صدفة ربما عوامل أخرى جعلت إسرائيل تعتقل من تعتقد أنهما منفذا عملية الخليل، لكن عملية حوارة جرح غير لغاية الآن منفذ طليق، وبالتالي يمكن أن ينفذ عمليات أخرى بحسب الأمن الإسرائيلي. نلاحظ سلوك الجنود العصبي، سلوك المستوطنين عصبي أكثر، ولوحظ ثقة بالنفس عالية عند الفلسطينيين والفلسطينيون في المناطق بغض النظر إذا كان يتواجد فيها سلطة أو أمن فلسطيني أو لا، شكلوا عيون ساهرة ولجان حماية خاصة للرد على اعتداءات المستوطنين. المتابعة للعمليات عالية، احتضان الجماهير الفلسطينية للمقاومة عالي وتأييدها أعلى، وأيضا لا أحد يسأل عن هوية المنفذ أو انتماء التنظيمي. هناك قضية تاريخية، قضية هامة اسمها فلسطين، ينصهر الجميع في بوتقتها. من جديد إليك أستاذ خليل شاهين، يعني هذه الحملة، حملة الاعتقالات الانتقامية التي قامت بها قوات الاحتلال بالفعل تهدف إلى الردع ووقف العمل المقاوم، أم أنها أكثر تميل إلى توجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، نوع من الطمأنة بعد حالة الهستيريا التي أثرتها العمليات الفلسطينية المقاومة؟ يعني خلال اقل من 48 ساعه اكثر من 70 يعني في فلسطيني، الا انها لم تشمل كما قال الدكتور ناصر اولئك الذين تطاردهم اسرائيل وينفذوا العمليات. نشرت اسرائيل او سربت انباء عن اعتقال منفذي عمليه كريات اربع، ونشرت صوره لسلاح آلي بدون كتله الاقسام بالمناسبه، يعني وقالت انه هو السلاح الذي نفذت به العمليه، ومن ثم يعني تواصل حملتها في الخليل وإغلاق الخليل، مما يشير إلى أن إسرائيل لم تستكمل مهمتها في ملاحقة واعتقال المنفذين وربما من ساعدوهم حتى الآن. أما في حوارة فالأمر يعني يبدو مهزلة بالنسبة لجيش الاحتلال، أعداد كبيرة من الجنود تحاصر عدد كبير من القرى الفلسطينية لمطاردة منفذ يعني العملية هناك دون يعني جدوى حتى الآن، بمعنى أن حملات الاعتقال لا تردع المقاومين الفلسطينيين بل تزيد إصرار وإرادة الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من العمليات، تزيد من قدرتهم أو على الأقل رغبتهم على التخفي أكثر فأكثر، وهذا الأمر شاهدناه في يعني خلال الفترة الماضية حيث أن هناك تحسن في الاختفاء ما بعد تنفيذ العمليات على الأقل لعدة أيام رغم كل ما تستخدمه إسرائيل في الجو وعلى الأرض من الحصول على معلومات استخبارية تصل إلى المقاومين. وبالمناسبة علينا أن نشير أيضا إلى نمط آخر من الاعتقال الذي تنفذه إسرائيل بشكل يعني واسع والذي يندرج تحت ما يسمى سياسة جز العشب، أي أن إسرائيل عندما لا تعتقل القادة فإنها تذهب إلى المقاومين والنشطاء الذين يعني يعتبروا مقاومين محتملين أو ربما يشاركوا بأعمال المقاومة من خلال منع تطور الحالة الكفاحية الفلسطينية من خلال عمليات الاعتقال أول بأول. ولهذا الأمر الذي يفسر إلى حد بعيد اتساع وزيادة عدد المعتقلين الإداريين بشكل غير مسبوق إلى أكثر من 1000
و200 معتقل إداري. لكن أيضا علينا أن نلاحظ بأن ساحة السجون هي ساحة أيضا ملتهبة وساحة متوترة جدا. استمرار عمليات الاعتقال السياسي وخاصة أصحاب الخبرة ممن خاضوا يعني اعتقلوا سابقا وخاضوا إضرابات مثل ماهر الأخرس من شأنها أيضا أن تضيف بعدا جديدا إلى الحالة النضالية المتصاعدة في داخل يعني السجون، وربما يعني تدفع باتجاه تنفيذ خطوات احتجاجية وردا على الاعتقال الإداري وربما على يعني استمرار عملية التضييق على المعتقلين. بن كبير طالب الكابينت يوم أمس ليس فقط باتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين في خارج السجون بل وكذلك التشديد على المعتقلين في داخل يعني السجون، وهذا الأمر من شأنه أن يفتح جبهة ربما لا يريدها نتنياهو داخل السجون. أستاذ إبراهيم حبيب، هذه الحملة حملة الاعتقالات إلى أي مدى بالفعل هي قادرة على إعطاء جرعة مسكن للمستوطنين؟ يعني نتحدث اليوم عن 34 قتيلا من المستوطنين منذ بداية العام. نعم وسائل الإعلام تهلل لحملة الاعتقالات هذه، ولكن بالفعل يعني في حال حصل أي عمل مقاوم أو عملية للشباب الفلسطيني المقاوم من جديد في الضفة الغربية، هل سوف يكون هناك أي مفعول دائم لحملة الاعتقالات هذه؟ يعني توصيفك دقيق، هي إبرة مسكن فقط، جرعة تسكين ستنتهي عند أول عملية قادمة. مجرد وقوع عملية جديدة سيبدأ البحث عن أهداف جديدة وإجراءات جديدة. هذه الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال بحق القيادات في الضفة الغربية واعتقالها ربما يكون لها وجهة أمنية لضرب البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي، لكن ما مدى تنفيذ هذا الأمر وقدرته على ردع المقاومة أعتقد أنه مشكوك فيه، سيما وأن قيادات المقاومة المحركة للعملية الميدانية ليست في الضفة الغربية بقدر ما هي في الخارج. لذلك إسرائيل وقيادتها تفكر صباح مساء كيف تستهدف هذه القيادات في الخارج، سواء في غزة أو في لبنان أو حتى في الخارج بشكل عام. الأمور معقدة جدا، الاحتلال يعيش حالة تخبط حقيقية، وكما أسلفت لعدم وجود أجندة سياسية تكون المعالجة الأمنية هي المعالجة الأساس. ربما تذهب إلى عمليات محدودة في بعض المدن في الضفة الغربية، في جنين، في نابلس، أو في عمليات محدودة في غزة، أو ربما تحاول قدر الإمكان التوسع في عمليات الاعتقال. لكن على كل أحوال ما دامت المقاومة مستمرة في أول عملية قادمة سيبدأ المستوطنون بالصراخ ومطالبة نتنياهو بالمزيد من الضرب، ليس فقط بالاعتقال وإنما بتوجيه ضربات عسكرية وأمنية موجعة للمقاومة الفلسطينية. ضيفنا الكرام أستاذ إبراهيم حبيب الخبير في شؤون الأمن القومي كنت معنا من غزة، الأستاذ عرفات أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي أيضا كنت معنا من غزة، والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين كنت معنا من رام الله، كل الشكر لكم. وأختم معك مدير مكتب المدينة فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر بالطبع سوف تستكمل هذه التغطية معك بعد قليل الزميلة وفاء السرايا، ولكن الآن نسأل ناصر عن الأسير الشيخ ماهر الأخرس بشكل خاص، اعتقال الأسير ماهر الأخرس مجددا وهو الذي خاض معركة الإضراب عن الطعام لأكثر من 100 يوم، أي دلالات لذلك؟ الشيخ ماهر الأخرس رمز فلسطيني شعبي متواضع جدا، لا يسير بموكب ولا بحرس، وينتقل وسهل جدا اعتقاله، لا يعتبر هدفا عسكريا صعبا ولا هدفا امنيا صعبا. يتواجد في خيمة التضامن مع الأسرى، يتواجد مع الفقراء وفي المخيمات والقرى. اعتقاله إنما هو محاولة لمحاربة نموذج شعبي متواضع، رمز نضالي بسيط ينتشر، ومن الصامدين الصابرين، يلبي جميع الدعوات، يخدم جميع الناس، يذكرنا بالشهيد الشيخ خضر عدنان وتواصله مع الصحفيين دائما لأن يكون موجود لمساعدة أي شخص. الاعتداء عليه من خلال الاعتقال ومحاولة إيصال رسالة للجهاد الإسلامي أو لغيرها من الفصائل بأن
تماما كما اعتقلت السعدي من قبل في جنين واختطفته وحكمت، وبعد ذلك كانت حرب في غزة. لا الجهاد الإسلامي ولا حماس ولا الجبهة الشعبية ولا فتح ولا أي فصيل يمكن أن يقبل هذا الابتزاز، وإنما هذا سيدفع للفصائل للتفكير بكيف يتم إطلاق سراحهم. أريد أن أعلق وفاء على موضوع تهديد إسرائيل بالاغتيالات السياسية. هي تعلم بأن هذا سيجر رد فعل كبير على صعيد الشرق الأوسط وعلى صعيد، وبالمناسبة السيد حسن نصر الله قال لن نقبل في لبنان أن يتم اغتيال أي شخصية لبنانية أو غير لبنانية، وبالتالي هو لعب بالنار مباشر. الأردن ترفض. نذكر اغتيال ناشط من حماس المبحوح في دبي وأثره، الاغتيال في تونس في السودان لم يوقف الانتفاضة بل شعلها، لم يردع المناضلين بل زاد عددهم، لم يهفو جمر النار في جنين بل أججها لتنتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية. إسرائيل اعتمدت مؤخرا اغتيال قيادات ميدانية غير معروفة بالأسماء لا تخرج على التلفزيون، واعتبرت ذلك أو قدمته وروجته للمستوطنين على أنه إنجاز عسكري. الرد من الجهاد الإسلامي في آخر مرة كان منع التجول يعني وقصف تل أبيب ورحيل المستوطنين من الجنوب إلى الشمال، وبعد ذلك نتنياهو شخصيا أرسل للوسيط المصري والوسطاء الأوروبيين والوسيط الأمريكي أن يتدخل لوقف المعركة، ورغم النباح بصوت عالي إلا أن نتنياهو كان يتوسل تحت الطاولة لوقف إطلاق النار. نعم ناصر. إسرائيل تريد الآن، نعم وفاء، إسرائيل تريد الآن أن تشد الحبال بشرط أن لا تنقطع، بشرط أن لا تقطع الحبال، وأعتقد أن الفلسطينيين وهذا التصعيد يأتي بهذا السياق قادرون على صحيح.